اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، خليها سمك النهارده. ومن حبنا للسمك احنا بنعيد الحلقه بتاعتنا يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره. هتعمل لنا ايه النهارده يا شيف؟ معايا بوري من خير مزارعنا اللي بيصدروا للدنيا كلها. بوري بولتي بيستنوه بره من الوقت للوقت علشان الطعم والجمال والسكر اللي فيه. انا هعمل النهارده البوري المشوي بالخضار. البوري محددين اقامته يتعمل سنجاري، يتعمل مشوي رده، لطيف وجميل. يعني لو سالتوني انا بحب البوري مشوي رده باستكاوي، انما اعمله مشوي بالخضار دي حاجه جديده. والفليفر والطعم من ايادي الشيف المغازي، هنشوف ازاي نعمله مع بعض. معانا سمك فيليه قشر بياض ورز مصري. جاي على بالي النهارده اعمل طبق سمك هيلسي للناس اللي بتعمل دايت، نعمل رجيم. لا ليا في السمك المشوي ولا المقلي، انا بحب اكل السمك كده سوتيه. فنشوف نعمل مع بعض ازاي شويه رز مصري غني بالنشويات والكربوهيدرات. الرز مش مضر خالص، احنا اللي بنحط فيه الاشكال المضره او الماتيريال اذا كان سمنه بلدي ولا حليب زي الرز المعمر. ولكن اعمله النهارده بطريقه هيلسي مع سمك فيليه قشر بياض خالي من الحسك او الشوك. معانا كابوريا الاطفال الحلوين اللي انا بحبهم والمتابعين ليا واللي بسمع صوتهم من خلال شاشه القناه الاولى والكلام الحلو اللي بيقولوه فيا. انا بهديلكم النهارده كابوريا جراتان، يعني هتخليكي تاكلي الكابوريا كانك بتاكلي ايس كريم، بس خلاص في الكفر بتاعها كده. واخلي لك الكابوريا واحطها في قلب الكفر مع موزاريلا مع كريمه وايت صوص مسترده لطيفه جميله، وتاكليها مع شويه مكرونه سباكيتي بالوايت صوص او حسب الرغبه. تفاصيل كتير النهارده وخليها سمك النهارده مع تركيه المغازي اللي بتبسط لك انك تخش مطبخك تعملي اكله سمك نفسك فيها، عزم حماتك عزم ماما عايزه تاكليها سمك من ايديكي. نيجي للكابوريا الجراتان اللي انا هشتغلها دلوقتي بخبره طهويه بسيطه وسهله لكل ام بتحب تاكل ولادها سي فود. كابوريا يعني فوسفور، يعني مفيده جدا، ولادنا بيخافوا منها، بيبقوا عايزين ياكلوها بيخافوا من الرجول بتاعتها. نقوم نعمل حاجه حلوه وناكلها لهم بطريقه سهله وبسيطه زي الايس كريم في البوله كده. حلو الكلام. نقول يعني نقول مثلا ايس كريم كابوريا مثلا. حلو. الكابوريا جبناها سلقناها مع الشوربه بتاعتنا اللي هي كانت في البدايه خالص. جبت طاسه وحطيت فيها الكابوريا، مسكت الكابوريا شلت الكفر وسلقتها بالشكل ده كده، وكان عندي شويه كمان لحم كابوريا عشان عايز شويه كابوريا حلوين مهروسه بالشكل ده كده. اهو ده لحم كابوريا، يعني عشان اطلع شويه اللحم دولت بالكيلو كابوريا تقريبا. سلقناها وسبناها لما تبرد، مساعدين بتوع الشطار خدنا لحم الكابوريا ده بالشكل ده كده وهرسناه موجود معايا. ومعايا الكابوريا هنا التانية بتغلى على النار، باخد الكفر بتاعها عايزه. فين الكفر؟ اهو خليهم دول انا عايزه، هنقيهم كده، ده اللي هيطلع معانا. شايفين لونه فوسفور ازاي؟ اهو. ولازم تفتحيه كده عشان ما يبقاش فيه زفاره لما تيجي تسلق الكابوريا. اهو الكفر ده بنشوفه في الصور فوتو سيشن فود بيبقى شكلها حلو قوي في الصور. اهو كام واحده يا شيف؟ معانا كام واحده؟ اهو اخد كل ده تول تلاته سته. حلو قوي. واخد الكابوريا دي كده شوط الشرب دول عايزهم انا. حلو قوي. ناخد الشوربه دي هنا كده في قلب الطاسه. الله عليك وعلى والديك، ايه الدلع ده يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ ورجع الطاسه دي هنا كده وتعالوا بقى ايه نتدلع شويه. معلقة زيت زيتون، مكعب من الزبدة، اللهم صل على النبي. ركزي معايا عشان الموضوع هنا شيق. مكعب من الزبدة مع مكعب الزبدة ده شوية دقيق. حاضر اهي يا غالي السمكة. زبدة زيت شوية زعتر فص توم جريء هنيه. لا بس انا عايز التركايه دي، سيبك من المقادير الله يرضى عليك، خلي دي عشان دي مهمه جدا. طاسه فيها زبده فيها زيت فيها تومه فيها معلقه دقيق، ونقلب دول كده مع بعض. التوم يتحمر مع الدقيق بالشكل ده كده. لسه ما خلصتش.
اصبر لغايه لما اشم ريحه الدقيق والتحميره مع الزبده والزعتر. شويه حليب. بعمل وايت صوص له شخصيه بيتكلم سي فود. بس خلاص وقلب. ننزل بالكابوريا المخليه على الوايت صوص قوي الشخصيه. لانه معمول بالجمبري والكابوريا والسي فود. ايه الدلع ده يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ ده مش ايس كريم ده، ده متعه. هو ده. لسه ما خلصتش. بقول خلصت شيل الكاميرا. جبنه موزاريلا. ادتني قوام، ادتني شياكه. اوعى تحط ملح، لان في ملح اصلا في شوربه سلق الكابوريا، والجبنه الموزاريلا فيها شويه ملوحه، فهنا الملح كده هنا في كلام تاني عشان في اطفال هياكلوا منها. تحط شويه جبنه كمان. ناخد يا عم الشيف الخلطه الحلوه دي كده زي ما هي كده. ركز معايا بقى، ودي انا مش عايزها. ونجي هنا الكلام يحلى. حلوه. ونجيب المكرونه بتاعتنا اللطيفه دي كده. دي مكرونه اسباجيتي مسلوقه. كابوريا صف في قلب الكاسروله. واخد بالمعلقه كده. ولحم الكابوريا هنا يا ويلي. ولحم الكابوريا هنا يا ويلي. جوه الكفر مع البطروخ مع الجبنه مع الهريسه بتاعه الكابوريا. شايفين السي فود؟ حلو. لسه ما خلصتش كل ده. شيله من هنا. باخد الجبنه الموزاريلا. عايز احدد الكابوريا عشان ما يبقاش كله ايه مع بعض. احط الجبنه كده في النص على كل واحده من الكفر. الف هنا وشف زي ما انا شغال كده. عشان احط بقى جبنه في الاماكن التانيه. ليه بقى؟ انا حاطط جبنه مع التست مع الكابوريا عشان تبقى معروفه كده في قلب الايه؟ كاسرولة. فرش زعتر على الوش كده رشه جريئه بتاعت المغازي اهو. برضو هنا لازم يبقى لها عنوان كده في النص، خط برليفه من الكابوريا. شويه خضره هنا. لوحه فنيه من الكابوريا. واخد دي يا عم الشيف في الفرن. انا باخد رجول الكابوريا كده عشان اللي قاعد على السفره يعرف ان دي كابوريا اهو. ازين بقى الطبق ده كده، ده الطبيعي يعني اهو زي ما انا شغال كده. حلو. درجه حراره الفرن عندي 180. دخل الصينيه. ايه المطلوب من الفرن هنا؟ مكرونه مستويه واخده الوايت صوص، واخده الجبنه الموزاريلا، واخده طعم الكابوريا وقلب الكابوريا، واخده الجبنه الموزاريلا، كل ده مستوي. انا بديها وش جراتان. بيسالوني يعني ايه كابوريا جراتان؟ هو ده الجراتان. نطلع الايس كريم من الفرن. الايس كريم كابوريا مخليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 هو ده. اللهم صل على النبي. اضربي بقى الشوكه، اضربي السكينه، اضربي المعلقه، هيطلع لك جنب، هيطلع لك كابوريا، ويطلع لك مكرونه جراتان، ويطلع لك موزاريلا، ويطلع لك لحم الكابوريا، ويطلع الطعم والفليفر والحب كمان. رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.